ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج المئات من سكان مدينة الفنيدق للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها الساكنة منذ قرار إغلاق معبر سبت الحدود ومنع التهريب الذي يمتهنه غالبية سكان المدينة. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل هذا عار هذا عار شبابنا في خطر، في إشارة إلى إقدام العديد من شباب المدينة على ركوب قوارب الموت هروبا من الظروف الاجتماعية التي فاقمها قرار منع التهريب. كما أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض من الساكنة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.